باغيين نعطيو رساله كيفاش ممكن نقراو هذا السياق اللي كنعيشوا فيه. وانتم متبعين منذ مده، وخصوصا بعد المحاكمه ديال واحد شخصيات سياسيه معروفه بشكلها يعني في الاوساط الحزبيه والمؤسسات المنتخبه وكذلك حتى في الرياضه. طبعا شفنا وشنو كاين عند الراي العام الوطني وحتى الدولي، شفنا بانه كاين واحد الحمله ممتده ممنهجه كتكلم على كل شيء وكتقحم كل شيء. هذا كحزب زاد خصنا نعرفوا شنو المعنى ديالو حقيقه. كاين هناك اراده ديال تخليق الحياه السياسيه واعطاء يعني اشاره بان المؤسسات ديال البلاد، مؤسسات القضاء وكل المؤسسات قادرة أنها تلعب الدور ديالها من أجل تأمين النزاهة والشفافية للحياة الوطنية. ولكن أيها الأخوات والإخوة، ملي كنقراو السياق ديال وشنو كاين فيه، ورا هذا الشيء مورط فيه هذا ومورط فيه هذه الشخصية، ورا كاينين بدون شك راه مورطين فيه واحد العدد ديال الشخصيات، ولكن خصنا نقراو الرسائل اللي مور داك الشيء. لذلك نحن نعتقد بان هذه الحمله اولا مازال باقيه، ومازال باقيه لانه كاين اراده حقيقيه في البلاد ديال انه مجابهه هذا الوضع اللي يعني عنده تجلي واضح ما غنكروش في المؤسسات المنتخبه. وما كاينش معاه جوج شخصيات، واحد العدد ديال الرؤساء ديال الجماعات اللي كيتحكموا في البلاد منذ مده. وان كان طبعا حنا مع اللي الرئيس اللي دار شي حاجه خصو يخلص خصو يتعاقب، ولكن كان كذلك ايتها الاخوات والاخوه ديال واحد العدد كتمشي لبعض المحاكم جايبين الرئيس و18 واحد مضافين غير تشوف حالتهم غتعرف بانه الامر كيقتضي زعما بكل صدق. من جيب رئيس جماعه مع 18 مضاف وهذاك الشيء كله كيتكلم على بونت كوموند في 11 مليون، تا واش هاد الحاجة كيقسموها كاع ما يديرو والو زعما بيني وبينك؟ ما هذا ماشي معناه انه ما خصناش نحاكمو المفسدين، بالعكس خصنا نحاكمو المفسدين وخصنا ندعمو هاد الحملة. ولكن اولا ما خصناش نعطيو واحد الانطباع بانه اللي دخل في السياسة وفي هاد المؤسسات المنتخبة راه شفار وباغي يشفر، لانه غيجي واحد الوقت نقلبوا على رئيس جامعه ما لقاوش الا بقات الامور بحال هكا. ها هو فاس كيعطي التفويضات وما كانش اللي يشدها. اعتقد كنتكلم تحت الوصايه ديال الاخوات والاخوه المنتخبين في مدينه فاس. قلت لانه خصنا ننتبهوا هذا الجانب، خصنا نعاملوا المنتخبين المنتمين للاحزاب السياسيه بحال الموظفين ديال الدولة، بحال العامل، بحال البشر، بحال القايد. الدولة هذا هو الدور ديالها إلا بغات تحمي الديمقراطية ونزيدو من خيار الديمقراطية إلى الأمام. ولكن البعد الأخطر اللي بغيت نطرحه معكم أيتها الأخوات والإخوة، بأنه خصنا نقراو هذه الحملة الشعواء اللي كاينة على تخليق الحياة السياسية. بدون شك كاين صحفيين مستقلين، كاين الناس اللي كيدافعوا على الشفافية، كاين الناس اللي مدافعوا على المؤسسات ديال البلاد بما فيها الناس ديال الاحزاب السياسيه اللي باغيين احزاب سياسيه جاده، الناس البرلمانيين اللي باغيين البرلمان يكون جاد وفيه نخب برلمانيه حقيقيه، الناس المنتخبين اللي باغيين المجالس الترابيه تكون كذلك على قدر من الشفافيه والنزاهه، الناس اللي في المؤسسات الدستوريه على مختلف المستويات ديالها اللي باغيين بلادنا حقيقه تكون مثال ديال العمل الشفاف النزيه والفعال. ولكن خصنا ننتبه ايتها الاخوات والاخوه ديال الادناب ديال الامبريالي، لان التاريخ يشي الامبريالي انها اللي بغات تستعمر الدول ومن بينها ديال شمال افريقيا عملت على زعزعة واضعاف الدوله المركزيه في هذه الدول، عاد صفقوا الاستعمار
واحد عدد ديال المحطات التاريخية اللي كان الهدف منها زعزعة البلاد، كانت كتسبقوا حملة بحال هذه. كتذكروا معايا على الأقل أخوات والإخوة اللي عاشوا فترة معينة بأنه المذبوح قبل ما يدير الخدمة ديالو حتى هو كان كيتكلم على الفساد، وقال لك مشى للأمريكان باش لأنه باش يتذكر على الفساد اللي كاين في البلاد. عاد جاتنا الخطوة ديال السخيرات، دزنا الخطوة ديال السخيرات، هذاك اللي حكم على هذوك هو اللي استمر في مخطط المؤامرة ديالو، لأن عنده التليكومات في فرنسا، راه فرنسا باقي عندها الأذناب هنا في هذه البلاد أيتها الأخوات والإخوة، راه ما بغيناش حقيقة نكونوا دولة ديمقراطية شفافة. أنا متيقا بأنه كاين هناك عديد من الأصوات الجادة اللي حقيقة صادقة في الدفاع على البلاد والشفافية ديال البلاد، ولكن خصنا نحضروا راسنا أيتها الأخوات والإخوة من هذوك اللي باغيين يزعزعوا لنا البلاد. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.